الموبايل بيجي بشاشة كويسة وبطارية 5000 ملي أمبير. يلا بينا نعرف باقي التفاصيل. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن موبايل شاومي بوكو سي 3 وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في آخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الموبايل سواء سعر متوقع أو سعر رسمي. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف شاومي بوكو سي 3، هنبتدي بالشاشة. الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD وبتيجي بحجم 6.43 بوصة بجودة HD Plus وبدقة 1600x720 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش. وهنا الكاميرا الأمامية جاية على شكل نوتش، وده طبيعي علشان الموبايل فئة اقتصادية. تمام، هو الشاشة هتقدم لك ده كويس جدا، وده طبعا بالنسبة لسعر الموبايل أو الفئة اللي بيجي فيها. في ناس ممكن تعتبر إن علشان الشاشة جايب نوتش بدل ثقب إن ده عيب، ولكن دي حاجة طبيعية جدا على سعر الموبايل أو الفئة اللي بيجي فيها، وبالنسبة للشاشة نفسها فهي كويسة جدا. وتعالوا نتكلم على الأداء. والموبايل هنا بيجي من معالج ميديا تيك هيليو جي 35 بدقة تصنيع 12 نانو. المعالج ده أداؤه اعلى من معالج سناب دراجون 450 بشويه. المعالج بالنسبه لسعر الموبايل هيقدم لك اداء كويس كتصفح واستخدام يومي وتنقل بين التطبيقات والبرامج، وكمان في الالعاب الخفيفه. لازم تعرف انك بتشتري موبايل فئه اقتصاديه، يعني مش موجه انه يشغل لك العاب تقيله او مهام تقيله. المعالج هيشغل لك العاب زي ببجي، ولكن ما تتوقعش انك هتاخد اداء قوي. بشكل عام المعالج كويس على سعر الموبايل. الموبايل بيجي بنسختين، الاولى 32 جيجا مساحه داخليه مع 3 جيجا رام، والثانيه 64 جيجا مساحه داخليه مع 4 جيجا رام. والموبايل هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لحد 512 جيجا في منفذ منفصل. بالنسبه للكاميرا، والموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا، والثالثه 2 ميجا بكسل ودي للعزل أو البورتري. والكاميرا الخلفية بتدعم تصوير فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. وهنا الكاميرا الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. نيجي للبطارية، وهي بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية كبيرة وهتقدم لك أداء كويس، بالإضافة لدعمها الشحن بقوة 10 واط، وبرضه هقول لك إن دي حاجة طبيعية على سعر الموبايل. الموبايل بيجي بأندرويد 10. الموبايل بيدعم منفذ السماعات. منفذ شحن الموبايل بيجي من نوع مايكرو يو اس بي. ظهر الموبايل بيجي من بلاستيك. الالوان اللي بيجي بيها الموبايل هي الازرق والاخضر والاسود، وللاسف الموبايل مش بيدعم مستشعر البصمه. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات موبايل شاومي بوكو سي 3، الشاشة هتقدم لك أداء كويس جدا، المعالج هيقدم لك أداء كويس، الموبايل بيشغل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، هتاخد من البطارية أداء كويس. عيوب موبايل شاومي بوكو سي 3، الموبايل للأسف مش بيدعم مستشعر البصمة، الموبايل بيجي بمنفذ الشحن القديم هو مايكرو يو اس بي. ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الموبايل. عايزك بس تعرف إن سعر الموبايل في مصر وفي السعودية دي أسعار متوقعة ومش أسعار رسمية، وده لأن الموبايل لسه منزلش مصر ولا السعودية، ولما يتم الإعلان عن السعر الرسمي هنكتب تحته في الكومنتات. تم إطلاق الهاتف في الهند نسخة 32 جيجا مساحة داخلية مع 3 جيجا رام بسعر 100 دولار، نسخة 64 جيجا مساحة داخلية مع 4 جيجا رام بسعر 120 دولار. السعر المتوقع في مصر النسخة الأولى 1800 جنيه، النسخة الثانية 2100 جنيه. السعر المتوقع في السعودية النسخة الأولى 430 ريال، النسخة الثانية 500 ريال. ومن الآخر كده، إيه الموبايل المنافس للموبايل ده أو الموبايل اللي في نفس فئته؟ شاومي ريدمي 9، موبايل من نفس الشركة، ولكن بيعتبر منافس قوي جدا لموبايل شاومي بوكو سي 3 وفي نفس فئته. قبل ما أبتدي أعمل مقارنة بينهم، عايز أقول لك إن إحنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة شاملة لموبايل شاومي ريدمي 9، هتلاقوها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو أو من خلال الأرض اللي هنزلها لك فوق دلوقتي. تعالوا نتكلم على الأداء. وهنا بوكو بيجي بمعالج ميديا تيك هيليو جي 35، وشاومي بيجي بمعالج ميديا تيك هيليو جي 80، وهنا معالج شاومي يتفوق. بوكو بيجي بشاشة IPS LCD بجودة HD Plus
وشاومي بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus، وهنا شاشة شاومي تتفوق لأنها Full HD Plus. بوكا بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، وشاومي بيجي ببطارية 5020 ملي أمبير، وهنا الاثنين زي بعض. بوكو لا يدعم Memphis Type-C ولكن شاومي يدعم Memphis Type-C، وهنا شاومي تتفوق. بوكو يدعم شحن بقوة 10 واط، وشاومي يدعم شحن سريع بقوة 18 واط، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى نشوف فرق السعر ما بينهم. معلن من سعر بوكو C3 ده سعر متوقع، وده علشان الموبايل لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ريدمي 9 ده سعر رسمي، وده لان الموبايل نزل مصر بالفعل. سعر بوكو المتوقع نسخة 64 جيجا مساحة داخلية مع 4 جيجا رام 2100 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 32 جيجا مساحة داخلية مع 3 جيجا رام 2200 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في موبايل معين عايزين نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني اراك في موبايل شاومي بوكو C3. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.